خروج 39، وخيطوا من الخيوط الزرقاء والبنفسجية والحمراء هدوم منسوجة عشان لبسها أثناء خدمة المكان المقدس، وكمان نسجوا منها هدوم هارون المقدسة بالظبط زي ما أمر الرب موسى. فنسجوا التوب من خيوط ذهبية وزرقاء وبنفسجية وحمراء ونسيج الكتان المبروم، وطرقوا الذهب برقايق وقطعوها خيوط عشان ينسجوها بين الخيوط الزرقاء والبنفسجية والحمراء والكتانية. صنعت واحد بيطرش شاطر، وعملوا للتوب كتفين موصولين عند الطرفين عشان ينفع يتثبت. أما الحزام فتخيط من نفس نوع القماش من خيوط ذهبية وزرقاء وحمراء وكتان مبروم بالظبط زي ما أمر الرب موسى، وحوطوا حجرين الجزع بطوقين من ذهب اتناقشت عليهم أسماء عشائر إسرائيل زي ما بيتناقش على الخاتم، وتم تثبيتهم على كتفين التوب كحجرين تذكرة بولاد إسرائيل زي ما أمر الرب موسى. وخياطة الصدرية خياطة مطر الشاطر من نفس نسيج التوب من خيوط ذهبية وزرقاء وبنفسجية وحمراء وكتان مبروم، وكانت الصدرية مربعة طولها شبر وعرضها شبر ومتنية مترصعة بأربع صفوف حجارة كريمة، الصف الأول عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشت، والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب، وكانت كلها متحوطة بأطواق من ذهب في الترصيع بتاعها. واتناقش على كل حجر من الأحجار الكريمة اسم واحد من أسماء عشائر ولاد إسرائيل الاتناشر زي ما بيتناقش على الخاتم، وعملوا على الصدرية سلسلتين من ذهب خالص مطفورين زي حبل، وصاغوا طوقين من ذهب وحلقتين ذهب وثبتوا الحلقتين على طرفين الصدرية، ودخلوا سلسلتين الذهب في الحلقتين على الطرفين بتوع الصدرية، وأما الطرفين بتوع السلسلتين فربطوهم بالطوقين وثبتوهم على كتفين التوب من قدام، كمان صاغوا حلقتين ذهب وثبتوهم على حرف الطرفين بتوع الصدرية الداخلية اللي ملاصقة للتوب، كمان صاغوا حلقتين ذهب تانين وحطوهم تحت كتفين التوب من قدام عند مكان الوصل فوق حزام التوب، وربطوا الحلقتين بتوع الصدرية بالحلقتين بتوع التوب بخيط أزرق عشان تثبت فوق حزام التوب، وبكده ما تتنزعش الصدرية عن التوب بالظبط زي ما أمر الرب موسى. وعملوا الجبة بتاعت التوب من قماش أزرق خياطة خياط شاطر، فكانت ليها فتحة في وسطها زي فتحة القميص، ليها حرف دايرين ما يدور عشان ما تتقطعش، وخلوا على استدارة الأهداب بتاعتها رمانات من خيوط كتانية مبرومة زرقاء وبنفسجية وحمراء، وعلقوا بينها أجراس من ذهب خالص، فكان بين كل رمانتين جرس متعلق على استدارة أهداب الجبة اللي بتتلبس في أثناء الخدمة بالظبط زي ما أمر الرب موسى. ونسجوا القمصان بتاعت هارون وولاده من الكتان، وكمان العمامة وعصايب القلانس والسراويل نسجوها كلها من خيوط الكتان المبرومة. أما الحزام فخيطوه من خيوط الكتان المبرومة اللي ألوانها زرقاء وبنفسجية وحمراء تطريز خياط شاطر بالظبط زي ما أمر الرب موسى. وعملوا صفيحة الإكليل المقدس من ذهب نقي ونقشوا عليها زي ما بيتنقش على الخاتم قدس للرب، وثبتوها بخيط أزرق في مقدمة العمامة بتاعت هارون بالظبط زي ما أمر الرب موسى. وبكده كمل كل بنى المسكن بتاع خيمة الاجتماع، فقوموا ولاد إسرائيل على حسب اللي أمر به الرب موسى، فجم بالمسكن لموسى الخيمة وكل الأواني بتاعتها، المشابك بتاعتها والألواح بتاعتها والعوارب بتاعتها وأعمدتها وقواعدها، والسقف اللي معمول من جلود الكباش اللي مدبوغة باللون الأحمر، وكمان السقف اللي معمول من جلود الدرفيل، والحجاب اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس، وتابوت الشهادة والعصايتين بتوعه والغطا، والترابيزة مع كل الأواني بتاعتها، وعيش التقدمة والمنارة الذهبية والمصابيح بتاعتها، الترابيزة مع كل الأواني بتاعتها، وزيت الإنارة بتاعها، ومذبح الذهب ودهن المسحة والبخور والعطور، وستاير مدخل الخيمة ومذبح النحاس والشبكة النحاسية بتاعته، والعصايتين بتوعه وكل الأواني بتاعته، وحوض الاغتسال والقاعدة بتاعته، وستاير الساحة والأعمدة بتاعتها والأواعب بتاعتها، وستار باب الساحة والحبال بتاعتها والأوتاد بتاعتها، وكل أواني الخدمة اللي بتستعمل في خيمة الاجتماع، والهدوم المنسوجة اللي بتتلبس في أثناء الخدمة في المكان المقدس، وهدوم هارون الكاهن المقدسة وهدوم ولاده الكهنة. وبالشكل ده قام ولاد إسرائيل بكل العمل على حسب اللي أمر به الرب موسى، فبص موسى لكل الشغل ولقاهم عملوه زي ما أمر الرب، فباركهم موسى.